هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين والله أعلم، والسبب أن بعض المشوشين على دعاة الحق وفي دعوتهم وفي دفاعهم عن الحق وفي التحذير من أهل الباطل يريدون هذه الأسئلة من أجل النيل من هذه الدعوة ومن أهلها ومن أجل تنفير الناس منهم. يعني يقول لك الكلام في الناس ده هل تقوى؟ وخاصة في ناس ماتوا ما مفروض تذكرون، يقول لك سؤال زي ده، وهذا من التقوى كونه أنت تذكر أهل الباطل، ده من التقوى، لأن التقوى من الوقاية كما سبق الكلام في أن التقوى من الوقاية من عذاب الله وغضبه وسخطه إلى آخر ما ذكرناه، بفعل ما افترض الله واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، أو بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأهل الباطل يدعون إلى باطلهم، فاتباعهم يقود إلى الباطل وإلى عذاب الله تعالى، والتحذير منهم تحذير منهم في أعيانهم ومما يحملونه من الباطل. فإذا حذر الناس هذا الباطل وأهله فإنهم يكونون على التقوى بفعل الحق واجتناب الباطل. شكل الأئمة في مصنفاتهم ذكروا الكلام ذا، من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 28 قال رجل للإمام أحمد: يا إمام، إني أتكلم في فلان وفلان، أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني في السند، وأجد الشيء في نفسي، أقول يا أخي أنا ما كان أتكلم في الناس. قال وخاف، قال له الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ عشان كذا في علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل. الحديث ذي مش بيقول لك ده حديث ضعيف وده حديث صحيح وده حديث مكذوب وده حديث ثابت، السبب شنو؟ ببعينه في المتن وفي السند. مرات السند يكون فيه رجل كذاب، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، هسي زول قال حديث نجره من راسه ساي، قال من سافر كوستي فله بكل محطة 20 حسنة، ها قال لك حديث زي ده جابه، هل انت بتتورع تقول الزول ما بنتكلم فيه، ولا تقول الزول كذاب كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل بتدافع عن الحق ولا تتورع تقول لا 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 ما لي ومال الناس وإلى آخره؟ لا ده تكشف طوال. شكاين الإمام النووي رحمه الله بوب بابا في رياض الصالحين، باب ما يباح من الغيبة. الغيبة حرام، الكلام في الناس ساي حرام، ولا يغتب بعضكم شنو بعضا، ومن أسباب عذاب القبر كما في سنن أبي داود وهو ثابت كما قرر الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. حرام تتكلم في زول ساي، لكن لو في مصلحة. الإمام النووي قال في 6 أصناف بيجوز فيها الغيبة: 1 التعريف، لو زول مشى قرية أو منطقة جاء قال: يا جماعة وين عمر؟ قال له: عمر منو؟ قال: عمر تاج السر. قال له: والله ما بنعرف. لو قال له: وين أبكرنكي؟ أبكرنكي وين يا جماعة؟ قال له: هذا بيجاي أبكرنكي، كراع عنده فيها مشكلة، قال له: أبكرنكي هذا بيجاي. اللغب ده هو ما دايره، لكن ناس المنطقة ما بعرفوه إلا بشنو؟ باللغب ده، أو الناس ما بعرفوه إلا باللغب ده، اسمه التعريف. قال النووي: فيقال فلان الأعمش وفلان الأعرج أو فلان الأعمى،
ده من باب التعريف، ما من باب السخرية ولا من باب الضحك ولا من باب الغيبة العادية. اثنين، التظلم. زول مشى لقاضي فتح بلاغ، زول شال قروشه وما رجع له، يقول للقاضي والله في زول شال قروشي ما رجع له، يقول لي اسمه منو؟ ما بيذكر لي اسمه. يقول له والله مولانا ما دارين نختاب الناس، ولا بيذكر لي اسمه؟ بيذكر لي اسمه. يقول له والله فلان ابن فلان ابن فلان. طوالي يقوم يطلع المهم يناديه ويستدعيه والشهود والبينات إلى آخره، في النهاية يحكم بيناته. فده اسمه التظلم. التظلم. ثلاثة، الاستفتاء في الفتوى. زول عنده أخوه في البيت ما بصلي، ما بصلي، ما بصلي، ده معناه شنو؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اتصل يقول يا جماعة والله عندي أخوي، أخوي ده حدد معناه زول بعينه، حدد عندي أخوي، أخوي ده كذا وكذا وكذا، أهل حكم الشرع شنو؟ فدينا يجاوب. أربعة، الإعانة على إزالة المنكر. زول هذا بقع في المنكر وإنت لما تجي تنصحه ما بيقبل منك، لكن عنده صاحبه بيقبل منه، ما بجوز لك تمشي لصاحبه تقول لا أنصح الزول؟ لا، مش بيجوز لك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم شنو؟ وعلى الإثم والعدوان. ده نمرة أربعة. خمسة، المجاهر بالفسق. الزول اللي عنده معصية بينه وبين ربه تستره وتمشي تناصحه في السر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة كما في صحيح مسلم. لكن زول معصيته ناشرة ومجاهر بها عديل كذي، سكران ماشي بالشارع مجاهر وبغني متكيف كمان، يقول لي يا أستاذ وصاحب الحنجرة ومتكيف جدا، ده ما بجوز أنا أقول فنان؟ ما بجوز أقول الزول ده سكران؟ تذكره في معصيته دي الجاهر بها. ستة، التحذير. التحذير، فلو أن فقيها ماشى مبتدعا فالواجب التحذير، تحذر من المبتدع، والفقيه ذاته بعد يبين له ومش وذاته تحذر منه، لأنه بقود للشر، بقود للشر. والنووي رحمه الله أورد أدلة في الكتاب ده رياض الصالحين، أورد أدلة، قال من الأدلة على جواز الغيبة لهذه المصالح التي ذكرت والتي لا يتحصل عليها إلا بهذه الغيبة، فإذا تحصل على بعضها وعلى غيرها بغير الغيبة فإنه لا يغتاب. قال من الأدلة ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وده حديث. شوف زول تدي الحكم، تدي كلام العلماء والحق، وتدي الدليل، وتاني يتلجلج، ده عارفه صاحب هوى والله، ولك برضو نحن والله برضو الشغلة دي ما بتجي معانا، دليلك شنو انت؟ ولك والله صاحب بعكرنا، خلاص نحن عدم الأسماء ده بعكرنا مرات، نحن عدم الأسماء بعكرنا برضو، إما ما زالت عكر ورضا ومزاج، ما زال الدين في صحيح البخاري ومسلم. دقيقة بس النتيم، في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، يعني ما دخل، يا دوب بيستأذن في الدخول، قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة دي ده مدح ولا ذم؟ هل برضاه؟ ما برضاه. فلما دخل وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وسألته عائشة بعد ذلك رضي الله عنها، قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، وفي لفظ اتقاء فحشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس
قالت خطبني معاوية وأبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوك لا مال لا بالكافي عن الفقير. ما معنى زول القليل أدب؟ لأن الصحابة أحسن الناس، ما معناه كذي، لكن صعلوك بالكافي عن الفقير. معاوية مؤدب وصحابي يلين، لكن ما عنده شنو؟ المال الدائرة والمرأة، يعني بفطرتها عامة، يعني الكلام عام. لكن هنا قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجام فلا يضع العصا عن عاتقي، يعني كثير السفر، وفي رواية ضراب للنساء. قال أنكحي أسامة بن زيد. فهنا دي استدلوا بها عليه، واستدلوا بحديث آخر لما جاءت امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينا المال الكثير، يعني الذي يكفينا. وأبو سفيان كان كريم، كريم ذو الكريم، صحابة ذي الكرمة، لكن مرات الرجل في بيته شنو؟ المرأة ما بدي أي شيء. فقالت له هذه اللفظة، قالت فهل آخذ من ماله من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مع أنه كريم برا رضي الله عنه، في البيت ذاته بينفق، لكن هي محتاجة لبعض الأشياء، فقالت هذه الكلمة. وحديث كثيرة بعضها ذكروا النووي، بعضها ما ذكروا في كتب تانية موجود. فلذلك دي من الأدلة. الزول المات ذاته، النووي في كتاب الأذكار، وهذا الكتاب كتاب فيه فوائد، لكن فيه بعض المواضع فيها شر، فالذي لا علم له لا يجوز له أن يأخذه وأن يقرأه بغير وجه علم وبغير وجه حق، فيها شر ودعوة إلى الباطل، رضي من رضي وغضب من غضب. فالمهم في هذا الكتاب لما تطرق للمسألة قال وأما الميت وإن كان من المسلمين، وهذا الصحيح، فإنه يذكر للحاجة. قال وأما حديث اذكروا محاسن موتاكم فهو حديث أخرجه الترمذي أو أورده بسند ضعيف ما ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح الذي في البخاري لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ده الصحيح. لكن قال الميت ذاته بجوز للحاجة تذكره. قال والدليل من الأدلة، قال حديث أنس رضي الله عنه، ده في البخاري ومسلم، يعني زول ميت ساي ما تسبه ما تتكلم فيه ولا تتنقصه، لكن ميت وخلى وراء ضلال ده تذكره تحذر منه ولو مات، زي السيدين الناس البرعي ومنو الماتوا خلوا وراهم ضلال، نحن مذكرون، والترابي والماتوا ديل وخلوا وراهم باطل وضلال، ويضل به كثير من المنتسبين إلى المسلمين إلى الإسلام. الدليل على إنه الميت ذاته بتذكره مرات، قال في البخاري ومسلم، حديث أنس رضي الله عنه وفي البخاري ومسلم وفي صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة، ناس حافظة وذاته، مرت به جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا قال وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا. الجنازة دي ميت ولا حي؟ مش ميت، والأثن عليها بالشر ديل منه الصحابة، وفي وجود منه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في الأولى وجبت، أثنى عليها الصحابة خيرا قال وجبت، قال في الثانية وجبت لما أثنوا عليها شرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه شنو وجبت أو ما المراد؟ قال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مش الكلام ده واضح؟ استدلوا به على إنه الميت ذاته أحيانا يذكر بالشر، لأنه ده ذكروا بالشر قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليهم بل أثنى عليهم خير، قال لهم أنتم شهداء الله في الأرض، وكما قال صلى الله عليه وسلم. في رواية ذكرها الألباني وغيره من العلماء
والملائكة شهداء الله في السماء. والله قال في القرآن كذا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شنو شهيدا. بعدين الصوفية ديل الناس يوم بيقول لك ما تجيب مشايخنا، هم بيجيبوا لك أئمة الهدى. نحسبهم والله حسيبهم الأئمة، يقول لك وفلان كذا وفلان قال كذا وفلان كذا وكذا. قبل أيام في الديوان أولا يوم السبت مشينا في غرية جنب الديوان، بعد الديوان الصوفي قام شايل عكاز وهاي وخدت له كتب وقالوا مناظرة، سجلنا النقاط اللي قالها عشان تعرفوا الناس. شوف متناقضين وناس خوافين، شفت في الحق ده خوافين وناس ما عندهم انصاف. والله زول زول ما انصف ربه كيف ينصف خلق الله تعالى. الله سبحانه وتعالى صح التعبير، وان كان عبر به ابن القيم رحمه الله، اذا صح هذا التعبير ما انصف ربه سبحانه وتعالى. الله يعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب، بدي الجنة بدي الجنة، احلم لخبطه جوبك جوبك دين الله سبحانه وتعالى وحق الله الدل يا عباد الله. اتكلم اول ما بدا قال نحن دارين كتاب وسنه واللغه العربيه، مكسر اللغه العربيه والقران الايات الاورده غلط والاحاديث النقله نقله ناقصه وبعض ولخبطه. بعد شويه مشى خش جوا قال والوهابيه ديل قال محمد علوي المالكي من شيوخ الصوفيه، لما مات السديس ما صلى عليه، جاب السديس وذكر كلام بعده وقال ابن باز قال كذا وابن عثيمين قال كذا وديل قالوا كذا. يعني يجيب في شنو؟ في الأئمة في العلماء ويذكر فيهم. أنا قصدي بالعلماء زي ابن باز وابن عثيمين تبي طريقتك، لكن غايته ده كلامي بعدين شنو بطريقتك. فالمهم يتكلم يتكلم، بعد شوية أنا قمت ده الرد كورك بعكازه صحته سمحا. المهم جاري وما بتتكلم هنا والمسجد ده حقي وانا الامام والنازل، وبرضه ولا قال لي اخونا انا انتخبوني في المسجد ده وذاته الحاصل شنو. المهم جوطه كذي يقول لك ما تجيب اسم زول دارين ايه وحديث وجيب مشايخك انت، وريته لو بيجيبهم بالحق بالكذب زاي بالكذب زاي كذب والله الذي لا اله غيره. كذب عليهم ويلف ويدور مصايب كثيره جدا وتناقض. يقول لك والله الجماعه ذيل بيتكلموا في الناس، وانت هسه ما تكلمت في الجماعه ذيل ذاته، الجماعه اللي قلتها بيتكلموا في الناس انت ما تكلمت فيهم. يقول لك والله جبتوا لنا زول ما خلى زول يتكلم في الناس، وانت هسه ما تكلمت في الجابو ذاته، ما تكلمت في التبرات بغازي، وكلام طويل جدا